ما صاحبش الفرع فير حتى لو راكبين فيراري، ما صاحب التقدير حتى لو عايشي اتاري، واتاري الدنيا اتاري مش حلوه زي اللي في بالي. فين الراجل ده؟ ملاش ليه؟ لا هو فين؟ يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما الحقني يا عمر الحقني يا عمر يا عمر يا عمر يا طمطم يا توتة، حد يرد عليا يا جماعة، انتوا رحتوا فين بس؟ طمنينوا عليكوا يا عمر، تعالى هنا يا عمر حالا. خير خير يا منى يا حبيبتي خير، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ تعالى يا عمر بسرعة، انا مش لاقية البنات، بدور عليهم في كل مكان ومش لاقية لهم اثر. انا قلتلك ما تخرجهمش النهاردة، والله انا عينيا بترف من الصبح. بترف ايه بس يا منى؟ تلاقيهم بيلعبوا استغمايه هنا ولا هنا، ما تقلقيش عليهم، دلوقتي هنزل اشوفهم يا حبيبتي. ادخلي ادخلي انتي. اما اشوف يا رب تلاقيهم زي ما بتقول. الحقيني يا منى، انت طلع عندك حق يا حبيبتي، انا مش لاقي البنات خالص في اي مكان. يا خبر ابيض، هو ده اللي كنت عامله حسابه يا عمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ انا دورت في كل مكان يا منى، مش لاقيهم خالص، مش لاقي لهم اثر في الشارع. هما دول كانوا بيلعبوا فين ولا مع مين؟ ما تعرفيش حد من اللي كانوا بيلعبوا معايا يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ استنى يا عمر، نادي البنت اللي ماشيه هناك دي. انتي يا حبيبتي تعالي تعالي هنا لعمو يا حبيبتي، تعالي عايزه اقول لك حاجه. تعالي يا حبيبتي تعالي. ايوه يا عمو. نعم. انتي ما شفتيش بناتي طمطم وتوته؟ ما شفتهمش بيلعبوا هنا من شويه يا حبيبتي؟ لا يا عمو، دول كانوا بيلعبوا معايا، بس جه واحد كبير كده واخدهم معاه. واحد كبير؟ يا نهار اسود، خطفهم ولا ايه؟ يا حبايبي يا بناتي، رحتي فين يا طمطم؟ رحتي فين يا توتا؟ ما تعرفيش خدهم وراح فين يا حبيبتي؟ وش معنى ما خدكيش انتي؟ مش عارفه يا طنط، والله انا استخبيت هنا ورا البيت بتاعكم، ولما لفيت اطلع بره لقيت عمو شايلهم قبح وماشي. شايلهم قبح؟ يا نهار اسود، اودي وشي فين الناس. اتصرف يا عمر، شوف لك صرفه، انا مش قادره استغنى عن بناتي. اتصرف، عايزاهم يقولي دلوقتي حالا. هتصرف ازاي بس يا منى؟ ما تهدي شويه اما نشوف حل في المصيبه اللي احنا فيها دي يا ستي. ايه ده؟ التليفون بيرن يا منى، تعالي تعالي بسرعه، ده اكيد اللي خطفهم. يلا بسرعه بسرعه يا عمر، بسرعه يا عمر رد على التليفون. حاضر حاضر يا ستي. الو الو. يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه الصوت الغريب ده؟ ايوه، مين معايا؟ انت الاستاذ عمر. ايوه انا الاستاذ عمر، مين حضرتك؟ ازيك يا استاذ عمر؟ انت بلع ضفدع في بقك ولا ايه؟ ما تتكلم عدل يا راجل، انت بتتكلم كده ليه؟ بقولك ايه، بناتك الكتاكيت معايا. معاك؟ انا تحت امرك يا باشا، اللي تأمر بيه، انا عاوز بناتي. انت خدت بناتي ليه بس؟ بقولك ايه، اللي هطلبه منك ده تجيبهولي وتجيلي عند محطة المترو. حاضر حاضر يا باشا، اللي تأمر بيه. والله يا باشا انا كل اللي حلت 200 الف جنيه في البنك، هسحبهم واجيلك. انا اتمنى ان انت ما تطلبش اكتر من كده. 200 ايه؟ يا نهار اسود، انا عايز مصاصات. بقولك عاوز ايه؟ هاتلي كده. لا استنى استنى، ما تاخدنيش في دوك. انت عاوز ايه يا حبيبي؟ اصل انا ما سمعتش والله. عايز مصاصات. مصاصات؟ ايوه انا بحب المصاصات قوي، هاتلي مصاصات، عايز 20 مصاصة. حاضر حاضر، هجيب لك اللي انت عاوزه، بس انت كده هتديني بناتي وتاخد المصاصات يعني؟ ايوه هاتلي البنات. يخرب بيتك يا استاذ عمر، لخبطتني. هاتلي المصاصات وانا هديك البنات. حاضر، اقابلك فين؟ عند محطة المترو بعد نص ساعة. حاضر حاضر يا باشا، مع السلامة. الراجل ده بيقول ايه؟ هو انا كنت بحلم ولا ايه؟ انا مش مصدق نفسي. في ايه يا عمر؟ اتكلم، الراجل ده قالك ايه؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه يا راجل؟ انا الحقيقه فعلا بكلم نفسي يا منى، انا مش عارف الراجل ده عاوز ايه بالظبط. ده بيقول لي هات لي 20 مصاصه وقابلني في محطه المترو بعد نص ساعه. هو في حرامي اهبل بالطريقه دي؟ يعني هو خاطب بناتي عشان اجيب له مصاصه؟ طب ما كان قال وانا كنت جبت له مصاصه من غير خطف ولا بتاع. ده حاجه غريبه قوي فعلا يا عمر، ليه يكون بيضحك علينا الراجل ده؟ انا قلقانه قوي. يكون بيستدرجك علشان يخطفك انت كمان ويطلبني انا بقى ياخد مني الفديه.
والله مش بعيدة، بس أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها غير إني أروح له. أنا خايف على البنات، ده راجل شوفي صوته لوحده عامل إزاي. خلاص مفيش قدامنا حل غير كده، روح هات المصاصات من السوبر ماركت وروح قابله. يلا ما تعطلينيش، سيبيني أروح ألحق بناتي. اوعى تتأخر على البنات يا عمر، اوعى تنسى المصاصة، ربنا معاك. الله، الحرامي ده راح فين؟ مش باين. والله ما قعدت عارف الحرامي ليه هبل ده، الاقيه فين دلوقتي؟ ده لسه المحطة عليها شوية. ما تحبش الفار يا فير، حتى لو راكبين فيراري، انا صاحب التقدير، حتى لو همشي اتاري واختاري الدنيا اتاري، مش حلوة زي اللي في بالي. فين الراجل ده؟ ملاش ليه؟ الله، هو فين؟ يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما، ما تحبش الفار يا فير، حتى لو راكبين فيراري، انا صاحب التقدير. استنى يا حبيبي استنى. انت مين اللي جابك هنا يا حبيبي؟ ده مكان مهجور، ما ينفعش تبقى موجود فيه دلوقتي، روح لماما يا حبيبي. ماما، ايه الحلويات الجميله اللي معاك دي يا عم؟ بقولك ايه يا عمو، ما تجيب اي حاجه. اي حاجه ايه؟ لا ده انا جايبهم هديه لواحد مخصوص، ما ينفعش اديك منهم ولا واحده. والله هات لي المصاصه ده بس. لا والله ما ينفع ابدا، ما ينفعش خالص. قلنا لك تجيب المصاصه ده. بقولك ايه يا حبيبي، ما تعرفش الحرام اللي هنا فين؟ حرام ايه يا عم؟ مع السلامه يا عم، انا ماشي. ما صاحبش الفار رفير، حتى لو انا صاحب التقدير، حتى لو هركب اتاري واتاري الدنيا اتاري، مش حلوه زي اللي في بالي. الله، حاجه غريبه قوي، الواد ده شكله غريب جدا. لا لا، ده ممكن يكون الحرامي هو اللي بعتهولي يراقبني ويشوف البوليس جاي ولا ورايا ولا لا. انا بقى هبقى انصح منه واروح وراه عشان اشوف بناتي فين. مش هينفع الا كده. ايوه يا عمر، شغل دماغك. امال ايه؟ مسلسلات اتقصع يا اخويا، اتقصع. مسلسلات مجال متدلع، يا طبيبة هات السماعة، يا طبيبة هات المسلسلات. والله يا بنت انت وهي شكلك كده هيبقى وشك حلو عليا قوي. يا نهار اسود، فعلا طلع مع الحرامي. بناتي، لازم اتدخل، ما ينفعش اسكت ابدا. فين المصاصه الزفت دي؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. اهلا بيك يا استاذ عمر. ايه ده انت اتحولت ولا ايه؟ مش كنت بتغني ومبسوط دلوقتي؟ لا ده انا هغني للصبح. هات لي المصاصه دي. لا عندك، سلم لي بناتي الاول. فين المعلم بتاعك؟ انا المعلم هنا يا عمر. ايه ده ده صحيح، ده نفس الصوت اللي كان بيكلمني. انت اتحولت ولا ايه؟ هو انت اللي خاطب بناتي فعلا؟ بقولك ايه، هات لي المصاصه بقى، ما عدتش قادر. حاضر هديك المصاصه. ايه المصاصه ايه؟ هو انت قزم ولا ايه؟ انت شكلك بيبي خالص، ازاي بيبي وبتخطف؟ انا مولود بيبي، بس انا اصلا كبير. هات المصاصات. انت راجل مسخوط بقى. انت اكيد قزم صح، مش باين عليك سن. انا عرفتك، عرفت النوعيه دي والله. حاضر يا سيدي، ادي المصاصه اهي، بس فك البنات ونزلهم الاول. بناتي حبايبي، بناتي، يخرب بيت شرطك، هنزلكوا حالا يا بنات، ما تقلقوش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا طمطم. يا بابا الحقني، يا بابا علقني الحرامي. معلش يا حبيبتي، بابا هينزلك حالا، وانت كمان يا توته ما تقلقيش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. الحمد لله ان انتوا سالمين غنمين يا بنات. يلا بينا نهرب من هنا اوام. يلا بينا يا بابا. احلى مشاشة دي ولا ايه؟ اهلا بيكو يا اصحابي من كل الدنيا، وحشتونا قوي 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 قوي. واحنا كمان وحشناكوا جدا جدا، اكيد طبعا. احنا خلاص رجعنا لكم، مش هنغيب عنكم تاني ابدا. بس كل اللي بيحبنا لازم يشترك في القناة بتاعتنا، وكمان يعمل لايك للفيديو النهاردة علشان يقدر يشوف كل
الفيديوهات اللي هننزلها لكم كل يوم. احنا هينزل لنا فيديو يوم بعد يوم، وكل مرة حلقة جديدة هتشوفوها معانا. ما تنسوش تعملوا لايك كتير كتير كتير، وتعملوا شير لكل اصحابكم علشان يتفرجوا على فيديوهاتنا الجديدة.